اللي انت فكرت فيها دخل شوف انا فكرت بحضر بروفات واحد بره الست كلثوم ورا الفرقه يعني يا دوبك اقول السولو اللي في الاول اللي واقعد بقى اسمع اللحن قلت له انا فكرت قال لي ايه هو مسك الهون معايا قلت له قال لي الله استنى كده انا غادلي خاطر بالعود راح عامل استاذ بليغ عمل هو عبقري وفنان وكل حاجه بس لما 10 سنين قدمني لأم كلثوم لما لقاني ملحن بسهر مع محمد عبد الوهاب عند ورده لما عملها في يوم وليله وخد الاغنيه من ميادة الحناوي اداها لورده وشايف طبعا في الصور في المجلات انا وعبد الوهاب وعبد الوهاب بيقول لها عايزين فلان وفلان وفلان ورده وانا جاي البيت عاوز فاروق سلامه اول الناس تعزمني اول واحد فقالت لي كده في التليفون وقالت لي يا ريت تيجي بدري شويه تعرفني اسمع منك الحاجه انا لحظي عملت لها لحن على حياتها مع بني خالد زي ما اكون عايش معاهم وعارف قصتها الكلام بيقول معقول كده في قلب عاشق يا زمن يعمل كده معقول كده في حد ينسى قلب حبه الحب ده لو جاني حوله عاجبه اصالحه لا بينا حساب ولا حتى عتاب ومين في الزمان ده يرضى بالعذاب لا انا ظلماه ولا نسياه ولا بيعاه هسيب الحكم للايام يعني اللحن كله ولحن طويل مش صغير ما انا عملت الشيف فاضل معقول حلاوتك دي عملت لاحمد عدويه اكتشفت عدويه لما لقيت صعب قوي ان انا لحن عبد الحليم فقلت الله اللون ده مش موجود انا بشتغل مع شكوكو مع البليبة مع احمد علي طيب ما ادخل مع اجيب عدويه حفظت ساحن ده حمدو يعني صاحب ده كنت بتاعت حضرتك؟ لا وعم يا صاحب الجمال وسلامتها ام حسن كله يا سلام لا 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 اشهر حاجات له زحمه يا دنيا زحمه لا زحمه الدنيا بتاعت واحد اسمه هاني شنود بعدين كل ما سمع الشركات الانتاج عم يا صاحب الجمال وساحب ده حبوب يقولوا لي الكلام وحش يا بابا يا جماعه انا بقى عشان اول لحن يعني الالحان الاولى اللي هعملها فلازم يكون حاجه غريبه شويه قلت له خلاص انا هروح بيروت افكر واعمل لك الحان تاني يا عم بصيت لقيته جاي من دبي مقطوع الراجل ما ادهمش فلوس وجاي لي بقى ينام معايا في الفندق انا واخد جاي مع الشيخ فاضل ومع ومر عطار فواخد سويت فهو نازل معايا ينزل معايا ينام اما اي حفله يجي بالدف ويقول مع الكورال كده وبعدين الف بيه على الشركات كلها في لبنان يقولوا لي بلاش عمي يا صاحب الجمال والساحل ده حبيبي طب والله حلو لا هي احنا دلوقتي بقى ليها حكايه لا لا كمل لنا بس والمصايب ظهرت بقى اول لقاء بينك وبين بليغ كان يعني في دلوقتي اول لقاء بينك وبين بليغ محمد علي لا يعني اول لقاء في محل اسمه الشريك نايت كلاب بتشتغل فيه شريك فاضي وفنانين لما حد يتاخر يقول النبي يا فاروق اطلع اعمل سولو من الكورنيش اروح اعمل حاجه لعبد الوهاب ام كلثوم يعني حاجات فيها الطرف بعدين بليغ كان سهران هناك لما شفنا زي ما كنا لا في شارع ميتا تيم
انا كنت متجوز اخت سبتي اللي هي ام نهله اسمها نوال، كانت ترخصها وترقص اكروبات، رقص اكروبات زي نعمه مختار وكده، تعمل الفتحه وتعمل فيها مش عارف ازاي وايديها ازاي وعينيها وكده. انا بشغلها هناك، فبصيت ولسه عريس جديد يعني بقاليش سنه، فبريك خدي لفت نظري لما بعمل صورهات بقى يقعد على البار شويه، يقعد في وسط الناس، تاني يوم يجيب بتوع الشبكه يتموت كده، تعال ده في فنان بيعزف على الفيديو وانا ما فرحان بيه قوي. انا قبل مش موجود. قال لي انا عاوزك تشتغل معايا. قلت له ماشي. قال لي احسن عبد الوهاب عامل انت عمري لخبطني انا وموجي، ما احنا مش عارفين نعمل ايه. انا بقول لكم الحقائق بالظبط. ممكن لو سمحت هو والموجي لما سمعوا انت عمري، انت عمري غير الحاجات اللي عملها بليغ وغير الحاجات اللي عملها المر. عايزه واحد اعمل يعني انت عمري فيها يا اغلى من ايامي حاجات شعبيه. شيك واحد هم بقى ايه؟ مش قصائد زي اللي بتاعت لا بتغني قصائد ريال الصنباطي، لكن انت عمري في الجزء بتاع Yeah.